والأمراض منها متلف ومنها غير متلف، لازما أو متعديا. ففي أمراض تصيب الإنسان لا تقتل هذا الإنسان. كثير من الناس تصيبه مثلا جرثومة، هذه الجرثومة تؤلمه وتؤذيه لكن لا يكون بسببها الوفاة. وهناك أمراض متعدية يعني تعدي ولا يترتب عليها تلف، مثل الرشح، كثير من الناس يكون معه رشحة فلوانزا خفيفة يعدي غيره، لا هذا يموت ولا هذا يموت. فهذا له أحكام وهذا له أحكام. يعني لو إنسان صارت معه جرثومة وتهاون في العلاج هذا لا يكون آثما، لأنه لا يترتب على إهماله موت أو شلل أو مثلا بتر. لكن إذا إنسان تهاون يأثم، وكذلك الأمراض المتعدية، إنسان مرشح وراح على الصلاة ويعني أهمل الموضوع، ليس كإنسان معه طاعون، ليس كإنسان معه كورونا، ليس كإنسان معه، فهذا له أحكام وهذا له أحكام. يعني يجب أن ينظر في المرض اللازم والمتعدي ما يترتب عليه من ضرر حتى يأخذ كل مرض حكماً.